المقدمة الثانية أن أهل السنة في غربة. الزول اللي بيكون مسلم بيكون دائما المسلمون في قلة في وسط المشركين والكفار. العالم تلقى فيه 7 مليار، 6 تلقاهم كفار، ومليار بينتسبوا للإسلام. المليار ده ذاته المسلم ده فيه مسلم منحرف في المعاصي، جانب المعاصي، وفيه جانب واحد تلقى مسلم وأخو مسلم، وتلقى مسلم عامل فيها مسلم ماسك له طريقة بقدس شيخ وبناديه وبيغلو فيه. فإنت في وسط الطرق دي كلها كون الله ينجيك ما منتسب لأي طائفة ولا أي بدعة ولا أي جماعة، ومتجرد للحق. الليلة لو ذكروا لك الدليل، لو شيت قاعد فيه لك 20 سنة ذكروا لك الدليل بخلافه بترجع أشكر الله سبحانه وتعالى. أشكر الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم شنو نعمتي. دي أعظم نعمة، إنك تعود نفسك إنك ترجع إلى الحق، بل وفي وسط الغضب غضبان وهايج ولك ده خلاف الحق، قال تعالى ترجع توالي. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معلقا على الموقف العظيم الذي حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غضب على عم الحر الذي عيينة، الذي قال: هي يا ابن الخطاب والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. وهو بيحكم بالعدل وبيعطي شنو الجزل. فهم به عمر بن الخطاب غضب رضي الله عنه، قال: فقال الحر ابن أخيه، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. ده قال: لا عمي بعرفه من الجاهلين ده، ودي الآية. قال: والله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. بعد غضب أدوا الآية طوالي شنو رجع رجع. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها شنو صما وعميانا. فأهل السنة في غربة. قال الحسن البصري رحمه الله كما في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، تعليقات مجموعة من العلماء كابن باز والألباني إلى آخره، مطبعة دار الشريعة صفحة 219. قال الحسن البصري رحمه الله: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي. الذين، أي أهل السنة، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم. هذا الدنيا جروا وراء الدنيا والترف، أهل السنة ما جروا خلفهم، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك كونوا. ما تقول والله نحن بقينا شوية وكل مرة ناقصين، انت الله ما قال لك كده ما بتصدق. قال تعالى في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. الله ما بخليها ملمومة ساي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. تجي رجة زلزلة، الناس اجروا بعيد وبيجاي وبيجاي، وانت ثابت على الحق تشكر الله سبحانه وتعالى. وفي قلة، قلة قليلة، كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: عليك بطريق الحق ولا
ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وتقول يا أخ لا ده مؤتمر جو كتار، ونحن ناسنا كم نفر؟ 5 6. يأتي النبي وليس رأيت النبي وليس معه شنو؟ ومعه الرهيط، ومعه الرجل والرجلين والرجلان، والنبي وليس معه شنو؟ أحد. فشغل دي ما كتروا قلة، لكن في الغالب أهل السنة في غربة، والله غريب، وهذه الغربة نعيشها ونسأل الله الثبات. الزول قاعد يجي أخو مسلم ماشي بعنده، ولو شدد ما عندك حكمة، يجي صوفي ماشي بعنده بسب الأولياء، يجي تاع تبليغ تقعدين هنا ما تخرجوا معانا، يجي تكفيري مرجع، يجي ذاك مين؟ خلي اصبر لي انا ما في تعريض، كلهم بجيبهم باسمائهم مما تبدا لما تنتهي ان شاء الله. والله الذي لا اله غير الموضوع ده طويل طويل. كنا بنتورع في ناس في تبديع، راينا ان من الورع في دين الله ومن الخوف من الله ان يرد عليهم وان يحذر منهم وان يبدع المبتدع منهم، ولا كرامة. فالناس كلها ضدك، حتى العوام يشوفوه غريب، لك ده شنو؟ لحية دقن مقصر، ويعني بتخش الجنة ونحن هم نخشها ولا كيف؟ حتى ناس مرات من أخوانك شوفوه غريب، الله يشوفوه غريب، ولك انت موضوع ممكن تغيره وكذي، والناس يتجددوا والناس مشوا لقدام، الناس مشوا لورا، انت ما جايب لهم خبر ساي، الناس تركوا الدعوة الصحيحة مشوا لورا. طيب، فأهل السنة في غربة، لأنه الكلام ده أنا ذكرته ليه؟ لأنه السلف ذكروه، ولأنه كثير من الحزبيين بيحتج يقول لك يعني نبقى برانا كذي، لا جماعة لا جمعية لا رئيس لا اجتماع لا أي شيء، برانا كذي الشغلة دي ما صعبة، بل وجدت أحدهم وإن كان ده فيه خير هسي بقى حر الحمد لله، قال لي يا أخي نحن خلينا أي شيء أها بقينا الحمد لله بقينا معاكم، طبعا نحن ما جماعة ولا شيء، قال لي بقينا معاكم، لكن بس قصتي انه ما في جماعة دي صعبة علينا، ما تتكلونا بيجاي وبيجاي جماعة لما نقيف نمشي لقدام. قلت له هذول اثبت اثبت على الحق، جماعات دي ضرت الدعوة والله الذي لا إله غيره، أدخلوا فيها ما ليس منها هؤلاء الجماعات وهذه الجمعيات، والعلماء يحذرون منها، ما تسمع ولك العالم الفلاني جوز لنا والى اخره، دخل لي هنا ده جايك له محاضره براو حقته براو بتاع الخطر القادم ذاك، يصل لهؤلاء الحزبيين. فباختصار اهل السنه في غربه، في غربه، قصتي انه داير الناس حولك ويمشوا ويجوا معاك ما بتلقاه، ولقيته فتره بسيطه والناس بزحوا، الشغال شغال والماشي يبلغ دعوه ماشي، فعود نفسك تمسك الحق شنو؟ براك، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، ما تتلفت، تتلفت بيجاي وبيجاي بتخليها، تلقاهم ما في شيء، تقول يا اخي ها ابقى براي كذي، الدرب ده صعب، ما صعب ولا شيء، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تسلك طريق القرآن وطريق السنة. قال سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وقال رحمه الله تعالى: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة، إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما السلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. لقيت زول في المشرق أو المغرب، قل له السلام عليكم، ولا سفيان الثوري بسلم عليك في زمن يعني، او سلم عليهما عليهم وادع لهم بالخير، فان اهل السنه قله غرباء. فدي نقطه، دي مقدمه.